صباحنا دايما مصري صعيدي وبحري واسكندراني كمان. احنا كنا عايزين نروح اسكندريه لكن قلنا نجيب اسكندريه عندنا، لان طبعا اسكندريه من المحافظات الجميله جدا من ايام الاسكندر الاكبر، وكمان غيرنا كانت بتتميز بالمعمار الجميل، بتتميز ايضا بالشعراء العظام والرائعين. هنقول مثلا اسماء شعراء كانوا في اسكندريه، واول مره عن نفسي انا اسمع عنهم كلمة خوص، أول شاعر سكندري مؤسس مدرسة الإسكندرية الشعرية من خلال جماعة شعرية، وكمان ثيوكرتوس، وده أول من كتب ما يسمى بالقصائد الرعوية اللي بتهتم بحياة المزارعين واحتفى بالطبيعة، مرورا بشرف الدين البوصيري صاحب البردة الشهيرة. وفي العصر الحديث كمان أيضا ظهر عندنا شعراء مهمين زي الشاعر عثمان حلمي وأيضا الشاعر عبد الرحمن شكري. احنا جبنا يعني أو ضيفنا النهارده من اسكندريه على طول، جانا طبعا من الصباح شاعر من شعراء الجيل الحالي، شاعر مهم هيكون ضيفنا النهارده هو الشاعر الكبير احمد شاهين، وهو واحد من ابرز شعراء الجيل الحالي في اسكندريه، وكمان عضو رابطه الادب الاسلامي العالمي، وعضو مؤسس لجامعه فاروس للشعر طبعا، وهيستمتع معنا النهارده عن دواوين وكتاباته وبعض اشعاره. برحب بكم سنطيه. صباح الخير، اهلا بكم. بدنا نروح لك اسكندريه، جبناك من اسكندريه. تسلم. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طبعا يعني المعالجه الشعريه يمكن تختلف المكان الاخر على حسب البيئه يعني. هل ولا بتبقى عامه؟ لا 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 لا. الناس اقليم اسكندريه، البحر المتوسط والاجواء الجميله بقى وهيجان البحر بقى في بعض الفترات. اكيد ده بينعكس على نفسيه الشاعر، غير مثلا الشاعر في بدان الشاعر انعكس على طبيعه لغته في الكتابه. وده كان واضح في كل اعمال الشعراء الاسكندريين. انا عايز بس اضيف شاعر مهم جدا للاسماء اللي حضرتك قلتها، الشاعر كفافس. كفافس هذا الشاعر اليوناني العظيم عاش حياته كلها في مصر، وكل شعراء اسكندريه عارفينه وعارفين بيته الى الان. ده شاعر يوناني ولا؟ شاعر يوناني مصري، كان عاشق لمصر، وكان الله يرحمه أستاذنا دكتور محمد رفيق خليل توفى قريبا الله يرحمه، كان دائم العناية بهذا الشاعر والحديث عنه لأنه جزء من تاريخ الأسكندرية. فهنا بقى دوينك، هل فعلا الطبيعة، طبعا دائما بيقولك الحالة المزاجية، أيوة، الحالة اللي بيعيشها الشاعر، حب حزن مواقف بتؤثر في قصايده، أو أنا كمتلقي بلمسها في قصايده. هل الإسكندرية أثرت عليك في قصايدك وأشعارك؟ أكيد. أكيد، وده واضح حتى في أسماء الدواوين. مثلا يعني نورس لمرفأ الصقيع. هذا الديوان الثالث. النورس هو أجمل طيور الساحلية. نورس. وإحنا اتولدنا شفناه. أنا رجل شتوي. أنا أعشق الشتاء. أعشق البحر، أعشق الشتاء. وما يميز الشتاء في الإسكندرية هو وجود النوارس دائما على سواحل الإسكندرية. وأنت قلت إيه بقى في الموضوع ده؟ قصيدتك الشعرية عن النوارس، وخاصة في فترة هذا ديوان مرفأ لنورس الصقيع. ده الديوان الثالث. روعة. حتى يعني الشكل، الغلاف يعني لو الكاميرا قربت منه هلاقي الغلاف يعني النوارس بقى، وهي بترفرف باجنحتها الجميله في البحر المتوسط او في بحر الاسكندريه. قول لنا بقى بعض الابيات، ولا لكن نفسي بس الكاميرا تجيب لنا الغلاف عشان نشوف شكله ايه، وبعد كده يعني وحتى زرقه بحر المتوسط واضحة جدا. الفنان التشتيتي اللي عمل الغلاف كمان كان سكندري وعاشق للبحر وعاشق. جميل جميل. قول لنا بقى حضرتك يعني قصيدة من قصائد اللي تتحدث عن النوارس. أول قصيدة مكاشفة. جاءني وأنا من تجيء إليه الرؤى إذ يشف، إذا ما ارتقى كوكبا هاربا من مداراته، واستقى كوثرا هائما عند سدرة أشواقه، وانتقى من جياد الحقيقة ذاك المجنح، أوقد في قلبه نجمة طارحته الغرام. جاءني أن أول قوس يلامس فاتحة البحر عند انحناء الغمام يخبئ في خصر لؤلؤة سره، وارتعاشا دفيئا يؤجل
أن يأسن الماء في صدري زنبقة عاشقة. كان عن ضمها ذات ليل فعانق فيها التوحد، أوقد في شفتيها التوجد، غابت فكان الذي أتعشق من شهدها. والذي يصطفيك له الوعد ليس يرد، وغابت فكان التقاؤك يا ماء والشفة الذابلة، واحتراق المدى مطر ناعم بيننا أجله. اللغة العربية الفصحى، يمكن هل يعني حضرتك يعني دراستك يعني في التربية والتعليم انعكس على لغتك العربية الفصحى، ولا انت اصلا أنا تحب ان تلقي الاشعار وتكتبها باللغة العربية الفصحى بعيدا عن العامية؟ انا معلم رياضيات مش لغة عربية. ما شاء الله. الموهبة اكتساء او اللغة اكتساء. اللغة العربية يا استاذنا كانت انا اخذتها من البيت اول شيء، من الوالد الله يرحمه كان مهتم باللغة العربية، وكان كثير ما يردد اشعار ابو القاسم الشابي احمد شوقي المتنبي، وكنت انا افتن بهذه الابيات حين قلها. ثم كنت محظوظ جدا للامانه في معلمي اللغه العربيه الذين درسوا، كنت محظوظ جدا، كلهم كانوا على قدر عالي جدا من التمكن في اللغه والاهتمام بي لما حسوا ان انا حب اللغه. ده انعكس على اشعارك. يعني انت بتفضل ان تقرض الشعر وتتحدث الشعر باللغه العربيه الفصحى وليست العاميه؟ لا، انا لا اكتب الا بالفصحى. انا لا اكتب من صغري الا بالفصحى. طب المتلقي، هل بتلاقي انت متلقي يعني بيسمع اللغه العربيه الفصحى ولا كل الوقت اتجه يسمع اللغه العاميه؟ لا بالتاكيد في، طبعا في قطاع كبير، لكن اللغه العربيه لها ذواقيها، يعني جميل. لها ذواقوها. قصيدة من هذا الديوان المهم عن النوارس، لك ديوان أيضا مسافر وراء الذاكرة، وده كان أعتقد أول دوانك الشعري. هذا أول دواميني، وهذا الديوان كان كنت محظوظ لأنه فاز بجائزة عبد المنعم الأنصاري، وياريت لو في الوقت يسمح أتكلم شوية عن عبد المنعم الأنصاري. هذا الشاعر العملاق اللي أسس لجيلي اللي أنا أطلقت عليه جيل الصبار، انا سميت جيلي. وكان اسكندراني برضو؟ ايوه. عبد المنعم الانصاري هذا واحد من اكبر واهم الشعراء اللي انا قابلتهم في حياتي. واستاذ لنا جميعا، كل من يخطو في اسكندريه شاعرا هو من نبت هذا الشاعر العظيم. جميل. وانا منهم. تمام. فكان اول ديوان ليك اللي هو يعني مسافر وراء الذاكره. ايوه. صدر سنه كام؟ صدر سنة 90 بعد وفاة الأنصاري على طول. الطبع بالجائزة، يعني كانت الجائزة هي طبع الديوان. موجود معنا؟ لا للأسف الديوان ده مش موجود، لكن منه قصائد. قصيدة منه. طبعا يعني مهم جدا أن يعني أن تتذكر يعني ما يعني أكيد هو حتى من عنوانه وراء الذاكرة. أيوة، مسافر وراء الذاكرة. تتذكر مثلا الماضي وما يحدث من ذكريات وغيره. هو كان كانت المرحلة رومانسية لسه لما كنا شباب. هو دايما على فكره معظم الشعراء يبداوا في الاشعار الرومانسيه مرحلتهم يعني. وكان برضو نزار قباني وفريق جويده يعني نقل هذه التجربه الى كثير من الشعراء. او في بعض الشعراء كانوا عايزين دايما يقلدوا نزار قباني، وده مشكله على فكره او خطا كبير. لا هو مش تقليد، هو مش تقليد. انا عايز اقول لحضرتك بالعكس، احنا سماتنا الشخصيه الجيل بتاعي سماتنا الشخصيه كانت متميزه جدا متفرده يعني. الحقيقه هذه حقيقه يعني جيلي انا يعني اذا سمح الوقت يا ريت القي بعض الظلال على شعراء جيلي. بس نقرا بس القصيده اللي هتقولها. مسافر وراء الذاكره. مدي يديك فان الشوق يستعر، والكف ظمأ وهذا القلب ينتظر. مدي يديك فما صوت الخصام هنا يفزع النفس، إن الصفو ينتشر. ما بين كفيك بحر لست أبلغه إلا إذا مسه شوق فيأتمره، وبين شقي فؤادي ألف أغنية وألف طعنة خوف فيه تستتر. حبيبتي لا أنا أنسى ولا كتبي يوما تناست، فكيف الحب
ينحسر، إن كان في خاطري موج أخبئه، فكل موج على كفيك ينكسر. غرامنا لم أزل في القلب أحفره، متى تبرأ من أوراقه الشجر، وكيف يهرب ورد من حدائقه، وأين يذهب من أعطاره الزهر. عودتني النور من عينيك يأسرني، فهل سيحجب عني وجهه القمر. طريقنا لم تزل تنهو الرياح به، هل تذكرين وهل ترتابك الصور. ما بيننا لم يكن لهوا نلوذ به من همنا، بل غراما شاءه القدر. أسير بين ضروب الليل مرتعدا أعمى، تناطحني الجدران والمطر، تدب في الوحل أقدام يمزقها شوك الطريق، وكف الموت تنتظر. تحطمت في يدي الأضواء وانطفأت حولي القناديل، واغتالت دم الفكر. تعب من ظلمات الليل راحلتي، وأنفث السقم حتى يختفي القمر. أضعت في سفن الأيام ذاكرتي، وبعت أغنيتي وابتاعني البشر. أنا الذي لم أذق طعم الهوى أبدا، ما بال قلبي إذا ما جئت ينشطر. هل ضاقت الأرض حتى رحت أنتظر حبا من امرأة في صدرها حجر. الله. عفوا، فإن لسان الكبر يغلبني، وهاجم الشوق حتى كدت أنفجر. هب أنني في الهوى طفل تحركه بعض الدمى، فذنوب الطفل تغتفر. طب لما هنا نقول مثلا، أقول بيت صغير بيقول نزار: دعيني أقولك بالصمت حين تضيق العبارة عما أعاني، وحين يصبح الكلام مؤامرة أتورط فيها، دعيني أفتش عن مفردات تكون بحجم حنيني إليك، وعن كلمات تغطي أهداب عينيك. هذه اللغة المبسطة، وهذه لغة إذن، ولغتك طبعا حضرتك كشاعر سيد أحمد شاهين لغة عربية فصحى. يعني المشاهد إلى أي مدى يستميل لهذه اللغة العربية المفصلة التي يقولها الشاعر نزار قباني أو فاروق جويدة عن الحب والمشاعر، ولا يفضل أكثر لغتك الشعرية في هذا؟ لا، هو نزار كان السهل الممتنع، مدرسة خاصة. نزار قباني مدرسة متفردة تجاوبت وتماهت مع كل طبقات المثقفين والأقل ثقافة. يعني ليه دائما الأذن تحب؟ يعني قصيدة رائعة قد يفهمها الشعراء مثلا الذين يعني يقردون الشعر أو يتحدثون الشعر كما قلت لحضرتك بقوة، لكن في بعض الناس تفضل اللغة المبسطة في الشعر. يعني هذه كل واحد كل لغة لها جمهورها، كل شخص له ذائقة. هذه القصيدة بالمناسبة فازت في نادي الطائف الأدبي بالمركز الأول عن وقت، وطبعت هناك في المجلة العربية. طب ليه أنت حطيت في طرفات جيل الصبار في هذا الديوان؟ هذا جيلي أنا، أطلقت عليه أنا اللي سميته جيل الصبار. الذي عانى يعني. ها؟ أنا معاناة. مر العلقم. أنا معاناة. إحنا هناك أسماء أنا يعني واجبي يحتم علي إني أذكرها في هذا المقام يعني. إحنا كان جيلي به الشاعر العظيم محمود إدريس، الشاعر الرائع الله يرحمه مرسي توفيق، مرسي جابر توفيق، واحد من أهم شعراء مصر. تجاوزته الأسماء للأسف يعني، لأنه مات واعتزل شوية. شاعر أحمد فراج الله يرحمه ويحسن إليه، هذا شاعر من العظماء. أنا بقول لك أسماء يجب علينا كشعراء إن إحنا نمجدهم. طبعا لكن هنا الجماعات الأدبية يعني هل لها دور فعلا في أنها تحرك يعني الحركة الشعرية أو تغذي جماعة أبولو مثلا؟ فعلا كنا احنا تحركنا كجماعة، جماعة فاروس الأدبية يعني ازاي بتحرك المياه الراكدة في الشعر؟ احنا كان الدينامو في هذه الجماعة كان الشاعر أحمد فضل شبلول، نعم، رئيس اتحاد الكتاب حاليا، هذا الشخص رائع يعني، وهو اللي اقترح علينا اسم الجماعة فاروس. جماعة فاروس. فاروس هي جزيرة انضمت لجزيرة تانية اللي هي راقودة، وتعمل منها اسكندرية. اسكندرية تتكون من الجزئين دول يعني.
فكنا في الاسماء اللي انا قلتها لحضرتك دي، اضافه لبعض الاسماء الثانيه، ناجي عبد اللطيف ومش عايز انسى حد يعني، احمد شاهر، كنا شباب لسه ومش عارفين ننشر، فبقينا نطبع مجله اسمها مجله فارس الادبيه. شرفت بان كنت رئيس تحرير اول عدد منها. وبعد كده انا رحت البحر الاحمر شغلي والاخوان كملوا. لكن هذه الجريده رغم بساطتها، المجله رغم بساطتها وان امكانياتها كانت قليله جدا، لكن سمعت في كل ربوع مصر. في كل ربوع مصر تم توزيعها ووصلت للشعراء والجرايد اتكلمت عنها. وانت اتكلمت برضو عن قصيده، انت جاي، انت جيت بالقطر ولا بالعربيه؟ لا انا جاي بالصبح جت. جيت بالقطر. لما انت كاتب اهو على محطه القطار على محطة قابلت القطار. من احببت على محطه القطار قابلت من احببت، صافحت من احببت، المره الوحيده التي صافحت من احببت، لكنني هربت فلم يكن معي سوى كتاب واحد وتذكره. عشان معك تذكره واحده ما رضيتش تديها التذكره الثانيه ولا ايه؟ لا ما اعرفش، ما كانش فيه. يعني حتى السفر انت يعني قطر عربيه بتلاقي يعني الشعر خلاص بيجي لك. انا من عشاق السفر. ماشي. انا قعدت 25 سنه مسافر يعني لسه. وده على فكره هو بيدي لك الزخم في القصائد. طبعا. مش كده؟ انك بتشاهد انماط واشكال من البشر. لما رحنا اشتغلت في سفاجه في البحر الاحمر. كتبت قصيده كانت نقله في شعري. اسمها المد والجزر. وبالفعل المد والجزر كانت من وحي البيئه في سفاجه البحر الاحمر مختلف عن البيئه في اسكندريه. طبعا هدوء هناك في ثقافه في اسكندريه. كنا في استراحه معلمين وكان قدام البحر مباشره، والمد والجزر كان رهيب في البحر الاحمر. يا رهيب. اقوى من اسكندريه؟ لا اسكندريه ما فيهاش مد وجزر بالدرجه. لكن البحر الاحمر تلاقي مئات الامطار انسحبت اللي حصلت المياه وظهر قدامك تضاريس جديده وحاجات رائعه. ده بيديك حاله شعريه مختلفه. طبعا. مكان طبعا. مختلف طبعا. وزمان طبعا. وحاله. طبعا. مفيش شك. فالديوان الثالث بقى ايه كان؟ الديوان الثالث اللي هو الفاز بجائزه اتحاد الكتاب الاخيره دي ورده من حديقه مريم. موجود؟ معي. ورده من حديقه مريم. اشوف بس الكتاب. من حديقه مريم. يعني انا بيعجبني على فكره برضو، وحتى بيلفت نظر القارئ او المشتري الكتاب الغلاف بتاعه. انا ماشي طبعا شايف كذا كتاب واغلفه، فبيجذبني برضو الغلاف والعنوان عشان اعرف برضو اشتريه. ورده من حديقه مريم. مريم. ليه سميته الكتاب ده ورده من حديقه مريم؟ او هو على اسم قصيده موجوده في الديوان. اسمها ورده من حديقه مريم. اذا حبيت اقول لحضرتك وردة كان لي نخلة. نعم. كان لي نخلة أتفيأ بين ذراعيها، وإذا هزها خاطري يتساقط منها الرطب. مرة وأنا في طريقي إليها قابلتني صفصافة، فاسترحت على ساعديها وأشعلت فيها اللهب. بعدها أرجعتني الطريق إلى نخلتي، هزها خاطري لم تجب، هزها ساعدي لم تجب، هزها القلب في دهشة فبكت وتساقط منها العطب. الله. أنت هنا تنقلت من الصفصافة إلى نخلة. من النخلة إلى الصفصافة. يعني شوف التنوع حتى في التعبير جمالي، التنوع في النباتات، ده بيدل على أنك في مكان. يعني قلنا ايه التعبير الجمالي في هذه القصيده او في هذه الابيات؟ والحقيقه هي قصيده يدل على ان هناك اكثر من ثمره او اكثر من شجره متواجده في المكان. قصيده رمزيه. ومريم رمز للطهر والعفه. والقصيده تعبر عن سقطه من النخله التي تظلك. جميل. التي تعطيك دون مجرد خاطرك يعني. الى الصفصافه، والصفصافه الحقيقه فيها رمز انثوي. الله. رمز خصوصيه انثوي. عايزين نختم بقى الـ 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 يعني والوقت ضيق طبعا على فكره يعني حتى لا يتناسب مع وجودك معانا يعني جاي بالمواصلات الاسكندريه ساعتين ونص ولا ثلاثه. لكن عايزين نختم بقى بقصيده برضه شعريه لحضرتك. اقول عندي قصيده انا بحبها اسمها هكذا قال. اذا كان وقتكم بس يسمح. لا ايه ده احنا طويله شويه يعني. اسمها؟ هكذا قال. هكذا قالت. قال اللي هو تقصد من؟
والله هي كانت لصديقي محمود إدريس. محمود إدريس هذا من الأفضل، كان ينسج من عطره بردة لدثار الزمن، غيمة كان والأهل يستمطرون على النخل دون ثمن. وتساءل: هل المجد يا سيدي للكتاب أم المجد يا سيدي للوطن؟ قلت: فيما تفكر؟ قال: أفكر كيف استوى الليل في لحظة فوق عرش النهار، كيف تنام اليمامات والعود مرشوقة في سواحل أجفانها، من دم حرم الله تلك الفسائل في الطرقات تروى، بأي اليدين ترى يأكل الفقراء العدم؟ قالها وابتسم. قلت: يا سيدي، خطوة ونبدل تلك المقاعد، فهل هيأتك الحرائق أم سوف ينفرط القلب منك على صخرة الاختيار؟ الله. قلت: عما تفتش؟ قال: عن النار في جسد الماء، عن سبب واحد لأفسر عمق العلاقة بين غمادي وبين الزمن. هل النهر جرح بنافذة الأرض قد فجرته البراكين؟ جميل الختام، جميل لشاعرنا الكبير أحمد شاهين، واحد من أبرز شعراء الجيل الحالي في الإسكندرية، عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية وعضو مؤسس جامعة فاروس الأدبية. شرفتنا. الله يبارك فيك ونورتنا فعلا. تسلم تسلم. أعزائي المشاهدين، بكده ينتهي معكم وقتنا في صباحنا المصري. شكرا لكم وإلى الملتقى.